لعبة Call of Duty Modern Warfare 2 فيها عدة أطوار، وتعتبر أكثر جزء في سلسلة Call of Duty تدعم أطوار متعددة. فيها طور القصة، المالتي بلاير، السبيشال أوبس، السيرفايفل، الوار زون، والريد، والدي ام زي. ومن كثرة الأطوار الواحد يضيع وما يعرف إيش يلعب، وهذا اللي صار معاي. ما لعبت إلا طور القصة، المالتي بلاير، وشوية وار زون، وسحبت على كل شيء ثاني. بس قاعد أسمع كثير كلام، وقاعد تطلع لي كثير فيديوهات على اليوتيوب عن طور الدي ام زي، وإنه جدا رهيب وأمتع وأفضل طور بكل اللعبة. فقررت أني أجربه وألعبه من كم يوم، وحرفياً أقدر أقول هذا أمتع مود في Call of Duty حالياً. وبهذا الفيديو راح تشوفوا جيم لعبته أنا وأصدقائي، ويعتبر من أفضل وأمتع الأيام اللي لعبتها في هذا الطور. كمان جيم جداً مضحك. بس قبل أن نبدأ هذا الفيديو، عليه giveaway على نسختين للعبة Call of Duty Modern Warfare 2. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليهم، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة، واترك اي تعليق مع المنصة اللي بدك اياها. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. اوكي شباب، نبدأ حاليا الجيم في الدي ام زي. طبعا الهدف مثل ما خبرتكم انه نفوت نجمع لوت، نسوي عدة مهمات، ونطلع سلاح الام 13 بي. ومعاي خالد. هلا والله. هلا هلا. اهلا اهلا. طبعا خالد اظن خلاص معظمكم يعرفه الى الان، واللي ما يعرفه شيك وقناته موجوده بالوصف، ملك الزومبي بعدي او لا. اي 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 ماشي صح. وداود. هلا والله داود. هلا. اليوم داش بوكسات. انا بوكساتي خلاص داخل معصب، فكمان حسابه موجود بالوصف، شيكوا عليه. طيب انا رايي اول شيء نسويه انه نفتح الخريطه، نحدد على مهمة ونسويها. هوستج هوستج، خلنا نسوي الهوستج، أحبها الهوستج. يلا لا روح روح. يلا قاعد أفعل مهمة. فعل ديستروي سبلاي مو هوستج ترى. أما إيه والله صح، سويت ديستروي سبلاي بالغلط. طب يلا 7500 تعطينا فلوس أكثر من الهوستج أصلا. ورانا ورانا ورانا. والله البوتات هنا ما تمزح. طيب شباب أنا راح أعمل بلان، فيكم تكفروني ولا صعب؟ مالك مالك سوا. يلا تضغط بس دقمه سيرش. طيب واحد يجي معي على القنبله الثانيه، واحد يظل هنا يحميها، ترى بيعملوا لها ديفيوز لنا. انا احميها انا احميها. واحد حلو يلا حقني انا وخالد رايحين على الثانيه. اوه الثانيه طلع جاي عليها شوبر، بس ما انا عندي مولوتوف. حلو انزلوا كمان 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 كمان. القموا، ما عندي مولوتوف ثاني. القموا وانا هلقم انا هلقم. اوه انا مت انا مت انا مت. سمعتوا شو قال؟ يقول كلام حلو صح. قليلي الأدب هني البوتات والله. حميني أوكي؟ راح أزرع الثانية. حميني معتمد عليك، كفو يا وحش. يلا يلا مالك. خلاص يلا. بس أبي 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 أشوف الفلوس. باي 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 أول. أبي أشوف الفلوس. حلو. ما يدع الفلوس. 7000. طيب يلا يلا المهمة الثانية سريع. قاعد أفعلكم اليو إي في عشان نكون بالسيف سايد. حلو. ما في حد قدامنا. القطار خذني خذني يا قطار خذني. لا لا مو خذني، طر 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 انا بعيد عنكم. لا يلا يلا انزل انزل هنا هنا المهمه. اهم شيء تكون يعني استمتعتوا بالرحله. احموني شباب اوكي، فعل المهمه. يلا فعل اوكي. يلا شباب راح افتح الباب، ترى البوتات جوا. يلا يلا يلا. والله كان بيذبحني. في تراب 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 حبل. يب يب شفته. طب هذا هذا كيف نشيله؟ وخر شوي رجع. يلا يلا. اوكي تريد تسوي ديفيوز؟ اوكي. ديفيوز؟ واحد يفجر نفسه، واحد يضحي من نفسه، واحد. شر بشر روح. حموني حموني يا شباب. حموني حموني حموني. قاعد اشيل البوم ديفيوز منه. شكرا يا عسكري. يعطيك الف عافية. تمام تمام تمام. سمعتوا؟ شكرا يا عسكري. يعطيك الف عافية. شوي وراح يبكي. ذبحتوا يا شباب. الوين ذبحتوا. حرام عليك والله زعلني، ما سمعت صوته. كيف مبسوط انه عايش؟ في 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 فوقنا فوقنا فوقنا. في فريق في فريق في فريق في فريق، ناس حقيقيين. لا انت زك لا تسب. حطيت عليه قصف. ماتوا بالقصف ماتوا بالقصف يا شباب. طب رجعنا رجعنا، خلنا نفنشهم قبل لا يلحق يسوي له ريفايف. قدامنا 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 قدامنا. واحد مات. تعال تعال كلي انا يا زك. تعال امك. تعال تعال والله لا تموت على هالسب يا وصل.
ذبحت اول واحد. تعال 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 لكم يلا. بس في خزنه. اوكي في 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 في, في خزنه. خلينا نفتحها. روح افتح افتح افتح. بس خلينا خلينا الغرفه هذه ايزي. ما هي ايزي بروح امام وديكم يجي لا حد يذبحني الامانه. عندي عندي ارمور بليت ليفل 3 امانه. طيب يلا داود لو مات ترى ناخذ الارمور ليفل 3. صدق؟ ايه اطلع من الغرفه. اطلع لا لا حرام حرام. وين البوتات الحين؟ هو المفروض يجي يعني بس شكله متكس متكسلين يطلعوا الدرج. خلي 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 ويتقاتل مع اللوت تحت. وخذ اللوت. سحبت ام الفلوس. انا اللي سحبتهم والله. كفوك يعني المشكله خليتهم كلهم واتهمتني. هذا جماعة اتوقع السيارة المفروض ما تكون هني. هو تتوقع تتوقع انه ما تكون المفروض ما تكون هني. خلاص يلا اركب اركب. ايوه ايوه خالد تمشي على الشارع مو على المي. كفو. ايوه كذا شطور على الطريق على الطريق مو على البلدان. في حديقة في حديقة. لا 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 حديقة مو للسواق. لا لا المي المي. السيارة ما تمشي على المي. ايوه السيارة تمشي على الشارع. لا 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 صدقني المي المي غير قابلة. يا دقيقة 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 قاعد أحدد على مهم. أصبر هارت بورت. أوكي شباب عندنا حاليا مهمة على الساحل. والله خالد أنا ما أدري كيف أنت ماخذ ليسن سواقة. جرب تسوق كيبورد وماوس. مين جاب لك تلعب كيبورد وماوس؟ لا لا حتى لو كيبورد وماوس حد يدخل سيارة هنا وحاطين لك الشارع برا عشان تمشي فيه بالسيارة. بشار بشار كلمة زيادة بحذفك من السيارة. خلاص أنا آسف أنا آسف. اسمع كلام قائد المركبة رجاء. يا علي يلا اصبر اصبر قاعد نفعل قاعد افعل اصبر. هذه مهمة بسيطة على طول ناخذ شحنة من هنا نحطها في الهليكوبتر هنا. لا والله نبي نسوقها. في ترك في رشاش. كيف حد يمسك رشاش؟ عليك رشاش. في الهليكوبتر ورانا. في الهليكوبتر ورانا يا عيال. واحد جسر جسر جسر. حاس حالي بفيلم فاست اند فيوريوس. اوكي تدمرت حلو. طلع بسرعة قاعدة 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 بشاف. بس خلي خلي السلاح يحمي خلي السلاح يحمي. بس تحرك لا تحرك لا تحرك اذا تحرك. اوكي السلاح حمي يلا عبين ما يبرد بعمل لك ريفايف. اثبت يلا قوم قوم قوم. الرشاش الرشاش ورا. يلا 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 نازل نازل فيها انا. كل هذا ما تدمرت ايش مصنوعة من ايش هذه؟ ما ادري والله. مصيبة هذه مصيبة. بس كومبليت خلصنا المهمة؟ اوه شوف الفلوس. ايوه كفو والله. طيب الحين نروح نطلع السلاح. يلا خلنا نطلع السلاح بسرعة. ايه بسرعة نطلع السلاح. ويبوينت على اقرب سيارة ونطير لهناك. طيب شباب هذه العاصفة. نوقف هنا نوقف هنا. يلا جهزوا نفسكم. واحد لابس اصفر. ها واحد لابس اصفر. يلا بسم الله بسم الله. لما تذبحون هني البوتات يطيح لكم غاس ماسك على طول. ها على طول. اوكي اوكي نحن عندنا غاس ماسك بس يعني ما راح يكفينا هذا لازم بسرعة. قلت لي واحد لابس بدلة. شباب شباب خليهم لا يشوفونا لا يشوفونا. نتسلل تسلل. شافونا خلاص انسوا. عندي ماسك ما عندي ماسك. اوكي لبس واحد ثاني. كان لابس اصفر. كاو 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 ليك 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 ليك. شباب 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 شباب. كنت بقول خلينا نتسلل عليه. يلا 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 فتحوه. اوكي شباب انا هرمي الامو بوكس اللي يبي امو. رميت امو بوكس. شرب 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 كاف. قاعد فرجه قاعد فرجه قاعد الله يا ابو علقت اللعبة علقت اللعبة علقت اللعبة عندي. لا 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 الله الحوم فرجه. يقعد يشوفك يا اخي. سيستم ستوب وركينج. الله لا 2000 years later. طيب يا شباب فصل علينا الجيم فراح نرجع نسوي المهمه الحين من اول جديد على طول. شباب سريع سريع نسويها. اوكي ليتس جو. يلا طبعا هو المشكله ان ما قدرنا نسوي اكسفل فكل شيء لعبنا وكل شيء تعبنا عليه راح. شباب تعرفوا ايش راح ادخل افعل المهمه هذه. تعطينا فلوس وروح باي ستيشن اشتري سريع. يلا يلا انا فعلت المهمه. في كانوا ناس حقيقيين قدامنا. يمين 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 واحد يمين. ها واحد مش شفت شفت هذول ناس حقيقيين. اسمع اسمع شباب شباب هدنا 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 هدنا. اوي 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 شباب هدنا. اوكي خلاص لا حد يطلق لا حد يطلق لا حد يطلق لا حد يطلق. هدنا هدنا وراك انا وراك انا وراك. هدنا خلاص هدنا 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 هدنا
مع بعض. هدنا هدنا. وسالم معاكم. سوي 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 انفايت على بعض ونفوت على ناخذ السلاح اوكي شباب. لا لا احنا ما نبي السلاح. ما نبي السلاح. نساعدكم ما ادري مشكله نساعدكم عادي. شوف شباب من الان خيانه يعني ما فينا نتكلم بين بعض بالجيم نقول اسمع من خونهم هيسمعونا. لو شفنا ناس وردوا علينا واتفقنا اوكي وكل شيء تمام لما حد منا يسعل يعني انا او انتو يعني خونوا يلا اوكي فهمتوا علي انزلوا فيهم بس ممتاز. لا لا احنا ما نبي السلاح ما نبي السلاح ما ادري مش نساعدكم عادي كل ابيض انا يلا واحد اثنين ثلاثه طلع عليك وعدك الملايك حسيت معليش شباب اسفين 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 معليش والله لا لعبناها صح كل واحد مسك واحد مش الاو اسري ما شوف فلوسي هذا شوف فلوسي طيب الحين نقدر نفوت ناخذ السلاح باريحيه عندنا لوت يلا ليتس جو اوكي شباب يلا بعد الخيانه صار عندنا لوت كويس من اللي قتلناهم نقدر نفوت يلا. نطلع السلاح يلا امس داخل البيت ها داخل البيت حط عليه علامه يلا يلا امشي خالد نحن ورا او ليكا ليكا كو 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 اضربوا 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 ما 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 سلاح شوف سلاح هات سلاح خبيته اه اكسل اكسل اسمع لو اعطيتني السلاح ايوه خلعتك نفس خلعته ويمشي لا والله اما داود والله طلعت ينضحك عليك بسهوله ما انا شو نسوي بعد مسكين شباب شباب تعالوا تعالوا المساعده شباب 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 مساعده وين 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 هيموت 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 حموني 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 قاعد افك البوم عنا شكرا يا عسكري يعطيك الف عافيه الله يعافيك بسرعه شيله والسياره سريع سريع يلا يلا ظهري حموني انا ما اقدر استعمل اي سلاح انا قدامه يلا يلا امشي داود خليك جنبي انا ما اقدر استعمل اي سلاح هو ظهري يلا 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 طلعوا الفلوس وطلعنا السلاح والله على جيم عوضنا الجيم اللي فصل علينا صح اهم شيء شباب بس انتبهوا تبوا عادي الحين كثير كثير تطير الناس يطلعوا علينا في الطياره اخر شيء ويخربوا كل شيء وار بي جي فاهم وار بي جي ايوه كفر كفر يلا اطلع يا طياره طيري يا طياره طيري طيري يا طياره طيري جي جي والله جيم رهيب جي جي والله يا شباب طلعنا السلاح سوينا كل شيء ليتس جو في شباب كذا كنا وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى يكون عجبكم أتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك شاركونا بالتعليقات إذا عجبكم الفيديو أو لا لأن في ماب ثاني خاص للدي إم زي اسمه بيلدينج 21 فإذا عجبكم الفيديو فرح ألعب وأسوي فيديو عن الماب الجديد فأتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله مع السلامة.